اليوم هناخد السكشن الثاني close sets and the closure of a set. closed sets and the closure of a set. خلينا نذكر بس record that. fx what tau is a topological space and e محتوى في x we say e is closed if and only if e complement is open. هذا ايش تعريف اللي هو the closed set. في عندي الان theorem. الثيورم ايش بتقول؟ بتقول let x و tau let x و tau be a topological space. واحد arbitrary intersection of closed sets is closed. Is closed. الثاني finite union. A finite union of open sets is open. Proof. الأولى arbitrary intersection أي تقاطع لمجموعات مغلقة هو مجموعة مغلقة. أي تقاطع. في تعريف التوبولوجي احنا قلنا ايش؟ تقاطع عدد منتهي من المجموعات المفتوحة هو مجموعة مفتوحة. بس الآن احنا بنقول في المجموعات المغلقة أي تقاطع لمجموعات مغلقة هو مجموعة مغلقة. يبقى بنقول let E alpha حيث alpha تنتمي إلى delta be a collection أو a family of closed sets. We show إنه تقاطع لـ E alpha والألفا بينتمي إلى delta is closed by showing إنه تقاطع الـ E ألفا الألفا بينتمي إلى دلتا complement is open. لكن but تقاطع الـ E ألفا complement إيش بتساوي؟ اتحاد للـ E ألفا complement والألفا بينتمي إلى دلتا. since E complement alpha أو E alpha complement is open لكل alpha for every alpha بينتمي للدلتا then اتحاد ال E complement alpha بالألفا ينتمي إلى الدلتا is open. طب شو هو معناته and so اللي بيساويه is open. Therefore, تقاطع الـ E alpha والألفا بينتمي لدلتا is a closed set. يبقى الـ arbitrary intersection of closed sets هو closed. Finite union of closed sets. أنا كتب أنا open لا هي closed. Closed sets. اثنين let E1 E2 إلى الـ EN be closed sets. بدنا نشوف we show إن اتحاد الـ EI من I يساوي 1 إلى الـ N is closed. نفس القصة بدنا نبين التقاطع
المكملة تبعتهم اللي هي ايش؟ اوبن. الآن اتحاد الـ AI من I يساوي 1 إلى الـ N complement ايش بده يساوي؟ يساوي تقاطع الـ AI complement من I يساوي 1 إلى الـ N. And since الـ AI complement is closed لكل I, then it's open. Is open لكل I, then طبعا عارفين انه في الopen sets او في topology finite intersection of open sets is open, and so then لو تقاطع لل EI complement من I يساوي 1 الى ال N is open, and so اتحاد ال EI من I يساوي 1 الى ال N is closed. يبقى صار عندي الآن arbitrary intersection of closed sets is closed, finite union of closed sets is closed. مستبدل open up open closed back. فالتنتين مالهم closed. طيب الآن هل arbitrary union of closed sets بيكون closed؟ الإجابة لا. Not that arbitrary union of closed sets need not be closed. Example, let an تساوي 1 على n و 2 تساوي اتحاد an من n يساوي 1 الى النهاية هي عبارة عن ايش؟ ايه طبعا الأولى بتعطيني هذه اثنين, هذه الأولى بتعطيني 1 واثنين, تاني نص واثنين, تلاتة تلت واثنين, ربع واثنين إلى آخره. فهتوصل لوين؟ صفر مفتوحة واثنين مغلقة, which is not اللي هو ايش؟ closed. طبعا أنا بشتغل في وين؟ ماذا أنا ما تكلمتش يبقى ان ار ايش؟ standard. اي شغل في ار هو في ار ستاندرد ما لم ينص على غير ذلك. الان بدنا نعرف الكلوجر, ديفينيشن. كلوجر مالها غلاقه, بسموها غلاقه. ليت اكس وتاو, ليت اكس وتاو بي topological space وال A محتويات في X. The closure of A denoted by A closure, يعني غلاقة A التي نرمز لها بال A وفوقها شرطة, is the intersection of all closed sets contains A. That is الـ A closure بيساوي تقاطع كل الـ sets E, حيث أن E is closed والـ E والـ A محتويات في مين؟ في الـ E والـ A محتويات في مين. يبقى يتقاطع كل المجموعات المغلقة التي تحوي اللي هي ايش؟ تحوي ايه؟ تقاطع كل المجموعات المغلقة التي تحوي ايه. طبعا من الـ definition, from the definition, طبعا تقاطع كل المجموعات المغلقة التي تحوي ايه؟ يبقى ايه محتويات في ايه؟ closure. ايه محتويات
في ايش؟ في الايه؟ enclosure. طيب احنا بنقول تقاطع كل المجموعات المغلقة التي تحوي ايه؟ هذه اثنين. enclosure is a closed set، لان قلنا اي تقاطع لاي مجموعة مغلقة هو مجموعة مغلقة، وبالتالي الـ enclosure هو closed set، والـ A محتويات في مين؟ في الـ enclosure. ناخذ اكزامبل عندي هنا عشان نوضح المفهوم. let x تساوي a و b و c وتاو تساوي x و phi وال a وال a وال b. find نمسكها a واحد the closure of the following sets. بدنا نجيب الكلوجر للباور ست لكل واحدة فيهم. يعني أول حاجة A واحد اللي هي الـ A، والـ A اتنين تساوي الـ B، والـ A تلاتة تساوي الـ C، والـ A أربعة تساوي الـ A والـ B، والـ A خمسة تساوي الـ A والـ C، والـ A ستة والـ A ستة يساوي الـ A لا الـ B والـ C، الـ B والـ C، والـ A سبعة اللي هي الـ X، والـ A تمانية يساوي إيش؟ اللي هي الـ 5. solution. أول حاجة بقول the closed sets، شو هم؟ the closed sets are X و Phi مكملة الـ A اللي هي الـ B والـ C، ومكملة الـ A والـ B اللي هي مين؟ الـ C. أول حاجة بنقول A واحد كلوجر يساوي اللي هو الـ A كلوجر، بدي the intersection of all closed sets that contains A. طيب الحين هذول كلوز سيتس، تمام تمام، هذه كونتينز ايه؟ لا هذه كونتينز ايه؟ لا هذه كونتينز ايه؟ لا هذه كونتينز ايه؟ نعم، يقبل كونتينز ايه بس مين؟ الاكس. يقبل ايه كلوجر اللي هي مين؟ الاكس فقط لحالها، الاكس فقط لحالها. واي مجموعه بكل كلوجر طبعا تبعها بيساوي اكس بنسميها دنس، حنتطرق له لاحقا. يبقى الآن the smallest closed set sufficient closed set واحدة اللي هي الـ X نفسها، وبالتالي الـ closure تبعها هو الـ X. نشوف الآن A2 closure اللي هي بتساوي مين؟ الـ B closure. تقاطع كل المجموعات المغلقة التي تحوي الـ B، هذه لا هذه نعم، يبقى هذه مين؟ B و C تحوي الـ B. phi لا، التقاطع مين؟ تقاطع الـ X، يبقى مين ساوت؟ الـ B و C. يبقى الكلوجر تبع البي ايش سوا؟ سوا بي والسي. طب ايه ثلاثة كلوجر اللي هو ايش بده يساوي الان؟ وين ثلاثة؟ ايه ثلاثة؟ دي السي الكلوجر. ايش بده يساوي الان المجموعات؟ نرجع للمجموعات الاغلى، في مجموعة مغلقة سي؟ في نعم، هاي السي تقاطع البي والسي تقاطع الاكس، طبعا واضح انها مين؟ فقط سي. والA أربعة كلوجر اللي هو إيش بده يساوي الآن؟ وين الA أربعة اللي هي تبعت الA والB؟ الA والB كلوجر إيش هتساوي الآن؟ الA والB كلوجر، الA والB المجموعات المغلقة التي تحوي الA والB فيش إلى الإكس، هي الإكس نفسها. طيب الآن A خمسة كلوجر، A خمسة إيش بده تساوي؟ اللي هي الA والC برضو مين؟ ما فيش إلا الإكس اللي بتحوي إيش؟ هيهم بتحوي الـ A والـ C مع بعض اللي هي إيش؟ إكس. الـ B والـ C اللي هي A6 اللي هي الـ B والـ C كلوجر، هنا هنا كلوجر إيش هتساوي؟ طبعا الـ B والـ C موجودة من الـ Closets، B والـ C تقاطع الـ X اللي هي برضو مين؟ الـ B والـ C، الـ B والـ C طبعا، والـ X كلوجر اللي هي A7 هي نفسها إيش؟ الاكس. والفاي كلوجر يساوي برضه ايه؟ فاي. الفاي كلوجر ايضا بده يساوي ايش؟ بده يساوي فاي. طيب
نشوف ايش على الثانية. ملاحظة اخرى، A closure is the smallest closed set that contains A. A closure is the smallest closed sets. Note that. خلينا ملاحظة يعني. The smallest closed set contains A. Proof تبعها. بنقول let. الآن أنا عندي let B be a closed set such that A محتوات في ال B وال B مالها محتوات في A closure. طب من تعريف ال A closure from the definition of A closure. A closure is the small A closure is the intersection of all closed sets that contains A. يبقى واحدة من the closed sets اللي contains A هي ال B. يبقى ال A closure يبقى لأنه closure هي التقاطع. يبقى التقاطع محتوى في مين؟ في ال B. From the definition of A closure we have إنه ال A closure محتوات في B. صارت ال B محتوات في ال A closure وال A closure محتوات في B. And so A closure يساوي طبعا اللي يساوي بنا. And so A closure is the smallest closed set contains A. لاستخدام الفكرة هنا اللي استخدمناها قلنا والله افرض انه في closed set B تحول A وال B هذه اصغر من A closure. اثبتنا ان ال B هي نفسها ايش؟ هي ال A closure. اللي استخدمته هنا انه الاتجاه الاخر A closure احنا B محتوى في كيف صارت A closure محتوى في B. قلنا ليش؟ قلنا لانه ال B هي واحدة من ال closed sets اللي بتحوي A وبالتالي التقاطع ال A closure هي تقاطع كل المجموعات التي تحوي B. ما دام هي واحدة من تبعات التقاطع يبقى التقاطع محتوى في وين؟ في ال B. يعني زي ما كنا نقول A تقاطع ال B محتوى في وين؟ في ال A. يبقى هذول واحدة منهم اللي هي او في ال B هنا واحدة منهم ال B يبقى لازم يكون ايش محتوى في ال B ايضا كمان محتوى في ال A. تمام. طيب نشوف ال في عندي theorem. في عندي theorem. الثيرم بتقول لي let x و tau be a topological space and A محتوات في x. A is closed if and only if A تساوي A closed. solution or proof. if A تساوي A closure then A closure is closed and so then here since A closure is closed so A is closed. ليش؟ لأنه بتسويها ما دام بتسويها وهي A closure closed فال A is closed. conversely assume A تساوي A assume إيش A is closed. إحنا عندنا طبعا we have A محتوات في ال A closure. بدنا نبين ضايل إنه ال A closure محتوات في A. طيب أنا عندي A closure A is closed and ال A closure is the intersection of all closed sets contains A. يبقى واحدة من هدول اللي كل اللي احنا بنقطعهم هي مين؟ هي ال A. and so اللي هو تقاطع كل المجموعات E حيث أن E is closed والاي والاي محتوى في اي
محتوى في مين؟ التقاطع هذا محتوى مين؟ في إيه؟ لأنه واحدة في إيه؟ لأنه واحدة منهم هي الإيه نفسها. طب شو هو بيسوي هذا؟ so إيه closure محتوى في إيه؟ لأنه واحدة منهم هي مين؟ الإيه؟ لأنه الإيه closed. therefore إيه closure يساوي الإيه. therefore إيه closure بده يساوي الإيه. طيب نشوف some examples الآن. some examples أول حاجة واحد in our standard في standard topology find A و B closure وال A و B closure وال A وال B closure والناقص ما لا نهاية و A closure وال A وما لا نهاية برضو closure والواحد closure وال X واحد X اثنين ال X N closure وال Z closure و Q closure كمان كفي solution. الآن the smallest closed set contains A A و B هذه إيش أصغر مجموعة مغلقة تحول A و B هذه هي A ال A و B هذه وكمان نفس الكلام يقال على مين وال A و B هذه closure يساوي A و A ال A و B هذه مغلقة ال A و B closed enter هي مجموعة مغلقة وبالتالي الكلوجر تبعها هي ايش ايضا نفس طيب ناقص ما لا نهاية و A closure هذه بدنا اصغر مجموعة مغلقة تحوي ناقص ما لا نهاية و A اللي هي ايه بس بنغلق عند مين عند ال A اللي بسوي ناقص ما لا نهاية و A closure طيب عند ال A وما لا نهاية closure ايش تساوي هنا طبعا أصغر مجموعة مغلقة هي الـ A وما لا نهاية طب الواحد كلوجر طبعا الواحد هو مجموعة مغلقة بالنسبة للـ في R standard وبالتالي هو إيش نفسه أي finite set أي finite set كلوجر يساوي إيش اللي هو إيش X واحد الـ XN هي نفس لأنه هذه مجموعة إيش مغلقة طب Z كلوجر يساوي زد ليش لانه زد مجموعة مغلقة طيب كيو كلوجر بروف ذس بروف ان زد از ا كلوز سيت طيب كيو كلوجر ايش بيساوي انا ازعم انه ار بدنا واحد يثبت لنا اياها بروف ذس كيو كلوجر اللي هو ايش بده يساوي ايش ار طيب يبقى اول حاجه نثبت ان الكيو هي ايش مش كلوزد هي لا كلوزد ولا اوبن ها بروف ذات كيو از نايذر كلوزد نور اوبن طبعا هذه ايش بنيه في الدفتر اللي كنت سلمونا اياه ان شاء الله طيب في الليفت ري توبولوجي الان في الليفت ري توبولوجي example 2 find برضو the closure لمين للمجموعات هذه the closure of the above sets and left three topology are left ال A و B هذه الكلوجر ايش هتساوي الان بدي smallest closed set contains A و B احنا عارفين في left 3 topology اما R و اما Phi او من الكلوزد سيتس من الصورة A وما لا نهاية ومغلقة من عند ال A يبقى هذه هتكون بالطريقة هذه هتكون بايش بالطريقة هذه ونفس الكلام لمين لل A و B هذه
لو رجعت أبيعها تكون عندي بالطريقة هذه. ونفس الكلام بدي أسوي الـ A وما لا نهاية. طيب الناقص ما لا نهاية وإيه هذه كلوجر؟ طبعا احنا قلنا اما ار واما فاي او من الصورة ايه وما لا نهاية. طبعا بدي يكون على شمالها اللي هي ايه وما لا نهاية. طبعا ايه وما لا نهاية فيش امكان يكون على شمال ايه لانه فينا ناقص ما لا نهاية. يبقى the smallest closed set هي مين؟ هي كل ار. هي كل ار. الايه وما لا نهاية بنقلق من عند الايه وبس وبتصير هي هذه ايش؟ the closed set. طيب الواحد كلوجر هذا ايش هيساوي؟ بدي يساوي من عند الواحد للما لا نهاية الكلوجر تبع الاكس واحد اكس اثنين للاكس ان الكلوجر يساوي طبعا هذه ايش؟ كلوز انترفال من هنا مينيمم اصغر واحدة فيهم اكس واحد اكس اثنين للاكس ان وايه وما لا نهاية. طبعا ليش المينيمم؟ لانه عشان يكونوا كلهم موجودات فيها. يعني لو كانت واحد اثنين ثلاثة لو كان هذه واحد واثنين وثلاثة لازم تكون من واحد لو ما لا نهاية من واحد لما لا نهاية عشان الاثنين والثلاثة يكونوا جواتها. لو قلنا من ثلاثة لما لا نهاية الواحد واثنين حيكونوا خارجها وبالتالي مش حيكون الكلام صحيح. تمام ايش في بعد هيك؟ زد كلوجر. طبعا زد كلوجر هي كل ار والكيو كلوجر ايضا هو ايش؟ هو كل ار. لما نروح للطبق للكو فاينايت توبولوجي للكو فاينايت توبولوجي لان فور تلاتة فايند the closure of the following sets in ار كو فاينايت. يعني لما اقول ار كو فاينايت يعني في الكو فاينايت توبولوجي على ايش؟ على ار. اول حاجة خلينا نقول A و B كلوجر و Z كلوجر و 3 4 5 كلوجر. بدناش نكثر كتير لانه في قاعدة بعد هيك نحكي عنها. طيب سوليوشن ال A و B closure. الآن في الكو فاينايت توبولوجي الأوبن سيتس الكلوز سيتس وهي فاينايت والأوبن سيتس مكملتها فاينايت. الآن هنا هل أجد فاينايت سيت بتحوي الأوبن انترفال A و B؟ مستحيل لأن ال A و B وال A وال B uncountable set. وبالتالي لا يمكن أن أجد فاينايت سيت تحويها وبالتالي الكلوجر تبعها هو كل R. هو كل R هذه uncountable set وبالتالي الكلوجر تبعها اللي هو ايش؟ كل R. او ممكن اقول كتخفيض infinite set الكلوجر تبعها كل R لانه الكلوز sets فقط اما R وفاي ولي note that هنا note that the closed sets sets in R cofinite R R of phi and the finite sets. طيب يبقى الان فيش لا يوجد هذه uncountable set وبالتالي لا يوجد finite set تحويها. طبعا اكيد الفاي ما بتحواهاش يبقى ضل مين؟ ضل ايش؟ الار. نفس الكلام الست كلوجر برضو ايش؟ ار لانه لا يوجد finite set تحويها فضلت الار. طبعا 3 4 5 كلوجر هذه عباره عن ايه؟ هي finite set وبالتالي هي closed وبالتالي الكلوجر تبعها هي نفسها. هي ايش؟ هي نفسها هي 3 و 4 و 5. في عندي خلينا نقول زي نظرية أو ملاحظة أو note that if x is an infinite set then a closure يساوي x if x is infinite if a is infinite if a is infinite وتساوي A if A is finite. البروف تبعها
let x ماشي let a لأنه هو قال لي x infinite let a be an infinite set and so the only closed set that contains A is X itself. فيش إلا واحدة اللي هي مين؟ اللي هي إيه؟ الـ X. And so الـ A closure هو إيش؟ هو الـ X. If A is finite, then A is closed. And so all A closure هو نفسه إيش هو نفسه ال A هو نفسه إيش ال A. طيب في عندي الآن theorem في عندي theorem في هذا في صفحة جديدة theorem الثير مش بتقول لي بتقول let a و b let x و tau be a topological space and let a و b be subsets of a then واحد A محتوات في ال B يؤدي ذلك إنه ال A closure محتوات في ال B closure اثنين phi closure يساوي phi ثلاثة A closure closure يساوي A closure أربعة A اتحاد B closure يساوي A closure اتحاد B closure خمسة A تقاطع ال B closure محتوى في ال A closure تقاطع ال B closure proof الأولى A محتوات في B يؤدي ذلك أنه ال A محتوات في B closure A محتوات في B اللي هي نفسها محتوات في B closure لأن ال B إحنا قلنا قبل شوي أنه ال B محتوات في ال B closure فA محتوات في B وB محتوات في البي كلوجر يؤدي ذلك انه الA محتوات في مين في بي كلوجر صارت عندي بي كلوجر هي كلوز سيت بي كلوجر is a كلوز سيت contains A يبقى تقاطع كل المجموعات المغلقة التي تحوي A محتوى في مين في البي كلوجر يبقى الA كلوجر محتوى في البي كلوجر and from the definition of a closure we have a closure محتوات في مين في b closure الثانية طبعا احنا قلنا phi is a closed set and so the closure تبع الكلوز set هو ايش نفسه كمان ثلاثة a closure is a closed set And so A closure closure is تساوي A closure أربعة أنا عندي ال A محتوات في A اتحاد B يؤدي ذلك أن ال A closure محتوات في A اتحاد B closure وأيضا وال B محتوات في A اتحاد B يؤدي ذلك أن ال B closure محتوات في A اتحاد B B closure. So الآن A اتحاد B طبعا هنا A closure اتحاد B closure محتوى في اتحاد B closure هذه واحد الآن عندي A محتوات في B يؤدي ذلك قبل واحد انه لا مش A A محتوات في A closure will be محتوات في B closure and so
اتحاد ب محتويات في الاي كلوجر اتحاد ب كلوجر يؤدي ذلك خذ كلوجر للطرفين محتويات في الاي كلوجر اتحاد ب كلوجر كلوجر اللي هو حيساوي اي كلوجر اتحاد ب كلوجر. ليش؟ لانه عندي هذه ايش، هذه مغلقه وهذه مغلقه، واتحاد مجموعتين مغلقتين هو مجموعه مغلقه، وبالتالي صار عندي اي اتحاد ب كلوجر يساوي اي كلوجر اتحاد ب كلوجر. therefore الان عندي ايش، اي اتحاد ب كلوجر يساوي اي كلوجر اتحاد ب كلوجر. الخامس اعتقد الخامس، اي تقاطع البي محتويات في اي بيؤدي ذلك انه اي تقاطع البي كلوجر محتويات في الاي كلوجر، ونفس الكلام يقال اي تقاطع البي كلوجر محتويات في مين، في البي كلوجر. so اي تقاطع البي كلوجر محتويات في الاي كلوجر تقاطع ايش، البي كلوجر. طبعا بدنا اكزامبل الان على انه هذا الكلام the reverse inclusion is not valid. give example، انا خلصت النظرية خلصت. give example to show the reverse. خلينا ناخد ورقة جديدة ونغير صيغة السؤال، نقول مثلا give a counter example of a تقاطع ال b closure يساوي a closure تقاطع ال b closure. solution لو أخذت أنا طبعا in R standards قلت أو ما قلت a تساوي أخذناها مثلا 0 و 1 وال b تساوي 1 و 2، لأن A تقاطع B يساوي phi and so A تقاطع B closure يساوي phi closure يساوي phi. هذه مغلقة من عند الواحد، من هنا مغلقة من عند الواحد. A تقاطع ال A closure أو لسه ال A closure إيش بدي يساوي هنا، بدي يساوي 0 و 1، سواء مغلقة أو مفتوحة مش قصة. A كلوجر 0 و 1 وال B كلوجر يساوي برضو إيش، 1 و 2، 1 و 2 مغلقة منها. هذه لو طلعت مفتوحة ما فيش إشكالية، لأن أنا بدي الـ A تقاطع B أنا بدي أسوي فاين في الكلوجر تغلق إيش إلى حال، يعني سواء أغلقت أو مفتوحة أنا ما سيان الأمر يعني. الآن الـ A كلوجر تقاطع الـ B كلوجر إيش بدي أسوي، بدي أسوي 1 لا يساوي الـ A تقاطع الـ B closure. طيب في عندي ظلة نظرية الآن، في عندي theorem إيش بتقول لي النظرية؟ let x و tau be a topological space والـ A محتويات في x، then x تنتمي لل a closure if and only if لكل u تنتمي ل tau و x بينتمي الى ال u لدينا ان u تقاطع ال a لا يساوي phi. يعني x تنتمي ل a closure اذا كان كل مجموعة مفتوحة تحوي ال x لازم يكون تقاطعها if and only if، لازم يكون تقاطعها مع ال a لا يساوي phi. proof assume الله x تنتمي لل a closure and there exists u تنتمي لل tau و x ينتمي لل u وال u تقاطع ال a يساوي phi. يؤدي ذلك and so u تقاطع ال a يساوي phi يؤدي ذلك انه ال a محتويات في مين، في ال u complement. U complement U open equal U complement closed and so A closure محتوات في ال U complement closure. So اللي بيساوي U complement طبعا. So أنا X من وين ماخذها، من A closure. So X تنتمي لل A closure اللي محتوات في ال U complement.
and so x تنتمي لليو كومبلمنت. طب انا ايش قايل هنا؟ انا قايل انا x تنتمي لليو. كيف x تنتمي لليو؟ x تنتمي لمكملتها. يبقى صار عندي هنا contradiction. طبعا البروف هذا باي contradiction. الان conversely by contrapositive. لو قلنا x لا ينتمي الى ال a closure معنات الكلام انه x ينتمي الى ال a closure complement. طبعا a closure complement هنا open set contains x. a closure complement is an open set contains x. طيب الان ال a closure complement تقاطع ليه؟ ايش بدي يساوي؟ بدي يساوي file. ليش؟ sense انا عندي ال a محتويات في ال a closure يؤدي ذلك انه A closure complement محتويات في ال A complement. بنقاطع الطرفين مع ال A تقاطع ال A محتوى في ال A complement تقاطع ال A اللي هو بيساوي file. معنات الكلام so A closure complement تقاطع ال A بيساوي file. احنا بدينا بنفي الشرط اللي هو X لا ينتمي الى اللي هو ايش؟ وين راح البرهان؟ نظري X ينتمي ل A closure لا تنتمي ل A closure. هنا ايش قلنا؟ وجدنا open set يعني لكل U و X ينتمي ل U تقاطع لا يساوي file. وجدنا open set اللي هي ال A closure complement تحول X وتقاطعها مع ال A بيساوي file. يبقى by contrapositive اللي هو ايش؟ الجهة الثانية مظبوط. يبقى by contrapositive therefore لكل يو ينتمي لتاو و x ينتمي ليو واليو تقاطع ال a لا يساوي فاي يؤدي انه ال x تنتمي ل a closure. يؤدي انه ايش؟ x تنتمي ل a closure. بس طبعا the theorem is hold يعني النظرية مالها اتحقق. وبهيك بيكون انتهى الدرس تبع اليوم.